جينا بشي قد منا جديد نسمعوه بمحبة كبيرة. الفنان اللي جينا من بنين بحب كبير يجي بحذنا رؤوف ماهر. مرحبا بك رؤوف. يعيشك هادي. مرسي بوكو، تحية ليك وتحية لكل الفريق اللي عامل في فكرة سامي، تحية للجمهور العزيز، تحية للفرقة، تحية لتروب مزيكا خلودة والأولاد الكل، يعطيكم الصحة. جيتنا بجديد أغنية جديدة، في نفس الوقت مازالت صنديدة كأنك تتباهى بنجاحها لليوم. لا مش نتباهى بنجاحها، بالعكس يعني هي مطلوبة أكثر، معناها وين نمشي الناس يعني حبوها أكثر مني كنت نتوقع. أنت خادمها برشا، ديجا مخرج هاشتاك صنديدة، كلمة صنديد وصنديدة تستعملها برشا، معناتها كأنك أنت تدس في الـ في الـ في الغنية زادة. ليش بندز عادية نجحت، مش مازال فيها من دزان بعد ما تحفظت عند العباد، أما ممكن كلمة معناها نتربجوا بها تو على المرأة بصفة عامة، يعني كي تشجعها تقولها امرأة صنديدة ما دامها الغنية عجبتهم والكلمة عجبتهم علاش لا؟ لما تهبط أغاني تدعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، معناتها الأرقام تهمك؟ الأرقام ما تعنيش، الأرقام ثم برشا أرقام يعملوا فيهم وفيهم ألف سبة وألف معناها مش غادي الموضوع، يعني اليوم نخدم على إرضاء الجمهور، يعني كان شوف كل شهر نهبط أغنية، يعني وصلت حتى كل 15 يوم تهبط حاجة، يعني تو إن شاء الله ثلاثة أعمال حاضرين. مولات القربة اللي هي جديدة اللي جيت اليوم باش نقدمها لكم، وفما أغنية حاضرة كوفر معناها لإرضاء ساعة تحية الجمهور الجزائري، كل شقائنا العرب الكل، الجزائر والمغاربة والليبية وصحابي الكل، معناها كل حد نختار الأغنية نغني لهم للهم هما. قالوا كل شهر الأغنية اللي قدمتها اليوم على الشاب، مع الشاب بشير وتحية ليه طبعا، فين وإطار تحطها؟ مساج. ريتها كلمة كلوشار، كلمة كلوشار راهي تتقال أما يعني ما تتغنيش. لا لا شوف، اليوم الفنان صاحب رسالة، أنا كفنان ماني شاعر، كان جيت شاعر أنا قلتها في شعري، لكن أنا كفنان باش نوصلها يلزمني نغناه باش يفهمني، خاطر اليوم عامل في نزل، والله نحكي لك حاجة، ها وين صورت في الأوتيل والتحية ليه، بو مش نجمش الأوتيل باش ما توليش بيب، ولكن الشيف اللي يخدم في الكوجينة يحكي لي، قال لي والله يا رؤوف يا فما ناس اللي يخدموا غادي وصلوا معناها في الكوجينة يبكوا من الكلمة هذه، من القهرة معناها يمشوا كذا من يقول لك كلمة كذا يلي يأكلوا شار يا كذا، معناها ولت معناها تداول برش، وتقالت في مدرسة أني كنت صغير في القسم، تقالت على خاطر ما حفظتش درسي ولا خاطر ما حضرتش كل حاجة، لا هي تلعب يأكلوا شار يأكلوا، تتقال لأولاد الحومة وتتقال للناس الكل يأكلوا شار. جبت الشاب بشير، احنا فنانين اولا وديما نخمم، ديما نحب ننوع، معنا عندي شان يوتيوب نخدم عليها يلزمني ننوع فيها، فهمتني؟ أيوه. انا كنت خممت حتى في رابير مش حتى شاب بشير، معناها ديما ثم دوجان يحبوا الموسيقى، الاختيار على شاب بشير الاختيار مقصود وتكتيك. لا لا ماهوش عفوي. لا لا هادي انا مانيش بتاع التكتيك. كيفاش اخترت الشاب بشير بالذات اللي وكان سمعت بحذاك هو كان بحذايا وسالته نفس نفس الاسئله، قلت له معناتها هي تهمه ماشيه فيك كانك تحب تلصقها. الشاب بشير مثال، ينجم يكون الكلمه هو ضحيه من الكلمه هذه، لان فنان هو هذاك فنان وغلط سبحان الله شد حبس يخرج يولي كلوشار، علاه؟ ينجم يكون هو معناها ميساج من خلاله هو. دونك انت اخترته بوعي، اخترته هو باقتراح وعجباته، بالعكس يعني عجباته الغنايه وكذا ومشينا فيها معناها. جيتنا بجديد. اي مولات القربه. مولات القربه. القربه مازالت متواجده. اي طبعا تحيه، هي على فكره عمل الشاعر والملحن الجزائري فريد محجوبي، نوجه له تحيه وكل اخواتنا في الجزائر. والقربه هي كلمه معناها مازالت جميله، كلمه معناها تو ما فما شكون يقول لك جدي، وفما شكون يقول لك عبار وكل برشا اسامي، ولكن القربه يعني كلمه كلمه معناها زمنيه صحيحه. جديد رؤوف ماهر مولات القربه. رؤوف ماهر باش انطلق من صنديده في برشا فيديوهات، باش نشوف نسبه العفويه في الفيديوهات هذيا وتلقيك لهم كيفاش كان. نشوفوا صنديده كيفاش دارت على تيك توك وعلى انستغرام. ويا معانا نزل يا ريت هديني على روحك، هي
يا صنديدة هي كوني صنينة دم وهديني على نار روحي كوني صنينة دم وهديني على نار روحي يا صنديدة. فما حاجات تصير عفوية، فما حاجات عفوية تدرسهم تقول يلزمني نهبط فيديو في الوقت هذايا يلزمني اللي فان كل يسمعوا فيها ساعة الكلهم هذوك تشوف فيهم سيرتو اللي مصور فيهم هنا معناها كانت في سهرية تحية في جابس في مارت تحديدا تحية لكل أهالينا في جابس والجنوب كامل. هذوك المرأة معناها خرجت بعد السهرية جتني معناها تحملتني وقالت لي الغناية ويرحم يعطيك الصحة وغنيت معاها كانت عفوية. واللي في مدنين هذيك زادة جارتنا معناها في مقام الوالدة وجدتي معناها مشيت بحذاه وغنيتها كانت تلقائية كل شيء راهو تلقائي ما نجمش نعمل حاجة هكاكا معناها ما تنجمش توصل الصورة إلا ما تكون تلقائي مش توصل للناس أكثر. عندك خلاف مع زميل إعلامي على الشابي؟ لا ما عنديش خلاف. شفت حوار ولقاء جمعه مع خولة سليماني؟ والله ما شفت اللي تحكي عرفت اللي تحكي عليه في البرنامج نسيت وقتها مع خولة كرونيكازا معاه هي لا هو دار حوار والوالدة متاعي كلمتني معناها أمي كلمتني على البلاصة قلت لي علاش علاش شابي اللي هو معناها يعتبر يعرف يعني العائلة وصديقي معناها فهمتني قلت لي علاش علاء أحكي بالفاصل هيك معناها تعرف الأم يعني حساسة حد يمثلي أمي ولا حد راهو معناها تحبس الدنيا الكل عاد فيها هذه ولا هذه ولا فنان ولا أعلامي ولا شكون أنت حتى لو كان علاء حتى ولو كان مش علاء علاوات الكل ما يعلى حد على أم بالاحترام طبعا ما ستها شوي وعلاش يحكي معك هكاك هو صديقك شي الجملة جيت نشوف فيه نشوف الحكاية الفيديو شفتها بعت لها قلت لها علاه علاش هكاك جاوبني بطريقة ما عجبتنيش بون هو وقتها في الخدمة قال لي رؤوف والله شوف مع خولة وأمورك أنت وياها معناها أموري أنا وياها أوكي بلوك على البلاصة بلوكيت على شابي؟ هو بلوكاني معناها والبلوك جي في وقته وبالعكس معناها راني هني غير ما راني معناها متربي الحمد لله معناها مانيش بتاع المستويات هذه وما عجبتنيش معناها التصرف ما عجبنيش فسر لي شنو سبب وتعدينا مع تعديت معاه معناها في باساج ما في باليش به وقتها كي تعديت معاه مع لطفي عبد اللي كان هو يعوض فيه اذا كان في بالي به هو وقتها كنت ما نمشيش زاد وي لكن انتم نعرفكم اصدقاء اصدقاء وما زلنا اصدقاء ولكن الفازه ما عجبتنيش شنو هي الفازه بربي شنو هي الفازه تعمل لي بلوك على خاطر سالتك وانت صديقي ايش معناته احنا اصدقاء يمكن سالته بحماس لا حماس لا شيء يمكن يا علاء كيفاش هذه الحكايه هكا وهكا حكايه خوله هي الحكايه معناها صارت امورك مع رؤوف وهي امي قالت لي نورمالمون معناها علاء تو صديقك نورمالمون معناها يقول كلمه باهيه مش امورك برا شوف امورك هكا مع صورت مع رؤوف امورك انت ورؤوف خوله قالت لعلي راني صورت مع هي رؤوف. خوله قالت لعلي قالت لها راني صورت كليب مع رؤوف ومعنا اخوك عبد الرزاق شابي في الكليب الغنية البيضة هذاك اموركم غادي امورك معناها انت ورؤوف معناها امورك وامورنا تتقالش كلمه كيما هذه هو يعرف يعني يعرفني نحترمه برشا ويعرف صداقتي بيه ويعرفني كرؤوف شنو كاو اما الناس هذوما اللي هيك زعما اللي عاملين اللي هذوما كتاف ويبدو هيك راني ما وجهه ويخلص احنا الناس الكل اخوات الناس الكل ولا رانا معناها من امه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم باهيه الكلمه الباهيه والاحترام ديما باهي مهما تكون شنية انت راه في الاخر راه الناس الكلها ماشيه للقبر باه باش نوريك فيديو من حصه اون دو عمار الجمل وخالد القربي نحب ناخذ رايك اوكي شكون الهداف التاريخي للمنتخب التونسي سهل عاد هذه من الجنوب هو سيدير كوا جنوب بربي اليوم لا تقول لي لا هذايا ما نعرفوش الصحراء 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 السود اوكي السود نجاوب خالد القربي جاوب مريم بعد جاوب خالد ما نجمش نجاوبها مريم باش نجاوب فيها شكون هي باش نجاوبها اذا كان هي ما تعرفش السود ولد السيد ما يتشرفش باش يجاوبها اللي هنا ولد تونس احنا ما عندناش العقليه احنا ولاد تونس والتوانسه صحاح
هذه ما تمثلش تونس. مريم الدباغ ما تمثلش تونس. تونس صح ما يحكوش هيك، وها من الناس كل يسمعوا فيه. أما هي خطر يمكن ما عرفتش كلمة جنوب شنو تعني. هي عيب حتى اللي جابها هذه باش تتعدى باش تحكي هيك. إذا كانت تحب العيب في القنوات تتعدى يا أخي، ما فماش مونتاج نورمال مو أنت كقناة ما تعديهاش حاجة كيما هذه باش تعمل جامات وتعمل بوليميك على العباد، شو الفايدة؟ وما باش تتسب حتى هي القناة وعلى جايبينها وعلى كثرة برشا ومرة هذه خلاها هيك ما نجاوبهاش وما نطيحش معاك. باش تعمل برنامج يا ودي تعمل اللي تحبها روح. باش تمشي لهاش ضيف؟ شكون؟ نمشي لها؟ هذه نمشي لها شكون هي باش نمشي لها؟ مريم الدبي. ما نعرفهاش. كان تقول لها زدارة وفمرتها تقول لك ما نعرفهاش. يا ودي هي ما تعرفنيش اوكي، ونطلب من ربي انها ما تعرفنيش. اما هي شكون باش نعرفها؟ ما انا علاش نكسر في راسي باش نجاوب؟ والسيد اللي يحكي على السحرة، السحرة اللي جابت عصام جمعة اللي هو الهداف الأول والتاريخي لليومنا هذا، اللي هو ولد جمعيتك يعني عصام جمعة اللي تحكي عليه، هو من السحرة اللي هو الجنوب ما يحكي على السحرة، وفها راضي جعايدي وجابت طارق ثابت وجابت عيادي الحمروني، هذوما أنا يعني سميت لك متاع جمعيتك اللي لعبوا الترجي وخلوا اسم كبير. هي ما أما سحرة ها 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 سحرة ها ها مش باهية. أنا نحكي تعرف علاش نحكي هيك؟ على خاطر نعرف يحسها أهلنا في الجنوب. السحرة لما تقول السحرة تزين الجنوب التونسي، راهو السحرة جميلة. إيه سحرة جميلة كي تكون في تحكي على الجنوب سحرة محلاه، أما سيكوا الجنوب ها 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 سحرة شنو هني؟ وين جميلة تحكي على جمال هني؟ تحكي الجنوب سحرة والسحرة تزين الجنوب أوكي. وجنوب واحات والجنوب والواحات وطبعاً جزر طبعاً طبعاً والناس معناتها تعتز. يا ودي أنا تعرف علاش نحكي؟ نجاوب في الناس اللي تجاوب، نحكي على لسان العباد. أنا واحد منهم الناس، أنا مانيش فنان أي ريتها فنان وكستار وكنجوميه وهاو برستيج وملا ومتجوا. لا خويا انا واحد من الناس، وحنا ناس الجنوب. انا نحكي بحنا ناس الجنوب، احنا ناس رانا مش لهني من مدنين ولا لهني من الجنوب، لا احنا ناس نتشرفوا ببلادنا، احنا ناس نحبوا تراب وطننا هذه اللي اعطت يودي برس امك يا شو اسمه هو خالد برا خويا. ارجع كفما ملحمه مارس 7 مارس ارجع لها خويا شوف الناس ايش عملوا غادي. تيني خويا خلينا نغني ونعملوا جو، فك علينا منهم هذوما يا ودي. هو شو هو تو وينه؟ هو ايش يعمل هو تو؟ ايش يعمل هو؟ خالد القربي؟ آه. عنده برنامج؟ هو عنده برنامج معناه ولا صار يقدم في برنامج؟ برنامج رياضي. اوكي باهي. يمكن تكون ضيفه وانت؟ لا لا ما نمشيش. انا عندي ناس معينه. برجع. وقت اللي استحقيت الاعلام، الإعلام تعبني علمني، اليوم تعلمت من الإعلام. اليوم عندي ناس معينة نمشي لهم، وعندي يرحم الله يا ربي شكرا أحسن نعمة عطاها لي محبة الناس، وعندي باجي وعندي شان يوتيوب متاعي أحسن حاجة عندي إني نوصل بها للعباد. ماني مستحق حتى برنامج. علاش قلت الإعلام تعبك؟ هل فعلا إنه فما إعلامي كبير وأنت وليد صغير؟ صغير أي أي صحيح. أهانك؟ أهانك؟ أي على خاطر دفعت على ناس الجنوب واللي هم هاني باش نحكيها ويدي مشكلتهم توا ديما كي ولدت الجهويات مشكله فيها بالرسمي راه معناها كي تحكي تدافع على انسان يقول لك ولد بلادك تدافع عليه ريت هذه مشكله. صارت وقتها حفله كبيره وقتها بن علي واول مره اني باش نجي الحفله باش نبان في التلفزه وفرحان صغير. الاعلامي اللي علينا فيه توا هو طايح توا دوك زايد نجبدوا فيه. مشيت مع باش نقدم من غنية. جينا جيب الخطاب اي جينا جيب تشوفها بركة وقتها كانك ريت كانك شفت الرئيس. وجو معايا وقتها الطايفة متاع غبنتن حتى هم استدعوهم طايفة غبنتن. طايفة؟ اي طايفة غبنتن اللي معايا في كليب رمل الوطن واللي غنوا اي طايفة غبنتن معروفين برشا في الجنوب. وجو باش يقدموا يعمل في البروفا وطلعوا في السن بدي عيط عليه. هو فيهم واحد ما يسمعش ناقص سمعت يودي راني نحكي لك عليه عمره 80 عام 90 عام العمارة متاعهم يعني ما شاء الله لتو عايشين ربي يطول في عمرهم خويا واصوات الله مصلي على النبي. يعيط عليهم باش يعملوا بروفا. قلت له راهم ما يصيرش معناها مش معقول تعيط عليك. قداش عمرك؟ وقتها هني عمري 15 ما زلت في البدايات متاعي ما زلت نشارك في كل الحاجات متاع البرامج الهوات وكل شيء. تلفت لي ساعة هو تلفت لي قال لي أنت من مدنين تدافع عليه خاطر ولد بلادك وغار عليه معني يحكي فيها قدام الببليك وغار. قلت له مش ولد بلادي هكا في مقام بوباك
في مقام جد كيفاش تعيط عليه عمل هكا بضحكة خاطر حسها هي ما تجيش بعت لي وقت الفنانين الكل عطوهم شهايد نتاع مشاركة اللي أنا معطاني الشهادة نتاعي وشمت فيها ما حابش يعطيها لي الشهادة من بعد التعديد في برامج ولا ليه؟ أيوة لا ومنع عليا برشا برامج في برامج هو ساعة ما نعرفهمش خلاص عمره ما حتى في الراديو وصل لي الراديو زادة تمنعت في الوطنية؟ أي وقت رجعت استدعاني أول ما مشيت للراديو حاتم بن عمارة والتحية لحاتم بن عمارة أول واحد إعلامي معناها شاركت معاه في مواهب على السلم وكان حاتم بن عمارة راني نحبك توحشتك حاتم بن عمارة تحية كبيرة للإعلامي حاتم بن عمارة روف أيوة نغنيه ما فهمش ما أحلى من الغناء العيون اللي تحموا فيك أي كلمات صاحبي شعير تحية ليه ألحان وتوزيع مختار كبسي إخراج ريان عاشور وعيونك تحاموا فيها هي غنية الحمد لله معناها نجحت برشا وحباها الناس وأنا باش نغنيها لهم تو عيونك تحاموا فيها رؤوف ماهر ياللي قالوا عليك الناس ياللي قالوا عليك الناس انت سمحة وشهالة يا عين يا عين يا عين يا عين والله فوق البيض شفت حمامة وعصافير والكوم شعير يا وقولوا للكيال تعالى يا عين يا عين يا عين يا عين هي انتي وعيونك تحاموا فيا صح يا نظر العين والله طلعت قويه هي وعيونك تحاموا فيا صح يا نظر العين والله طلعت قويه مسيتي وتر حساس وش ذنبي انا ولا بس يا سمحة يا بنت الناس ليه تزيدي على ما بي ولعب في الوقت الضايع ريتك وكنت ذكية والله انتي هي قية وعيونك تحاموا فيا هي سهران الليالي صرتي في نغمة موالي هاك نشوفي وهذا حالي صبر ومكتف هيدي والعب في الوقت الضايع ريتك كنت ذكية وانت هي والله قية وعيونك تحاموا فيا هي وعيونك تحاموا فيا صح يا نظر العين والله يلا معايا تمون يلا
نحاول ونحاول ننسى يعرضني في كل ثنية يا وقار وقاه منك يسي بالله كان لك صبر وبابا نعطيكم روحي وعيني والعب في الوقت الضايع ريتك ريتك كنت بكية وانت هي والله هي وانت هي والله هي 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 وعيونك تعابوا فيا هي 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 وعيونك تعابوا فيا صح يا عايدين الفوق بالتصفيق سلمون يلا رؤوف ايوه انا سعيد الليله على خاطر من خلالك سمعت زوز اصوات نسائيه اي عجبوني برشا وقلت لي والله ماذا بيا لو كان حتى في حصتي يبداوا موجودين معايا سعيد جدا باستقبالهم بحضنا لاول مره منال احمد زينب المبروك مرحبا منال مرحبا عيشك مرحبا زينب عيشك مرحبا لبسة جربة هذه؟ لا لبسة الجنوب لبسة الجنوب؟ أما نعرف أنه توزر عندها لبستها جربة عندها لبستها مدنين عندها لبستها جوست الملحفة جربية الحفال يعني مخلط خلط. ايه مخلط خلط هي في مدنين ديجا اللبسة مش هكا معناها فما كل عرش واللبسة متاعها كلها عروشات معناها حتى كل عرش عنده مازلتوا تستحفظوا على الذهب الخالص في اللبسة ولا ليه؟ طبعا حتى لليوم طبعاً. اليوم عندها اللبسه نتاع العروسه ثروه في حد ذاتها كلك انا المدنينيه وشروطي قويه مهري بالدولار ومش عارف اللي بعدها شنو هي منال روف وراني فيديو وانت تغني قلت ما هذا وين مخبي علينا ما وتتش الفرصه هي جت الفرصه ان شاء الله علاش مني الحق مقصره برشا اليوم يشوفوك لاول مره شكوني منال احمد منال أحمد فنانة محترفة نغني جميع الأنواع الموسيقية الكل أكثر لون سمعتك تغني فيه هو اللون الليبي وسمعتك في جو الجربي نغني التركي نغني الهندي نغني طربي الشرقي موشحات تونسي كل شيء نغني أصيلة أني منطقة أنت مدنين ومتفرغة للموسيقى ولا عندك خدم أخرى تخدم فيهم في حياتك نعمل موديلينج شوتينج وأكيد فما برشا يعرفوني صورت معي في اللبسة التقليدية وفي مولات القربة هي كانت معي مولات القربة زادة سمعتك في جرح المجاريح جرح المجاريح وأحفظوا اسمها مليح منال أحمد رؤوف أيوة جرح المجاريح شنو هي قصتها؟ شنو هي قصتها؟ هي اللي طبعا للشاعر صاحبي شعير وألحان رضا شعير والأغنية الأمينة فخت معناها غنيناها مرة غنيتها أنا معناها صارت حلا حكاية وتحية الفنانة أمينة فخت وفسختها خاطر هي طلبت المحامية متاعها باش نفسخها حقها ولكن الغناية طبعا حقها لكن الغناية هي احنا فنان نحترمها وتعلمنا منها أمينة أما فصل لي محامية وحكاية درس بعثت لي في المساج وحكايات هو لازم حقوق راهو كل كيما أنت تغير على علاش رؤوف بالذات هي مغنية
من من الغنى حطاني راه تفسخت الفيديو زينب غناها محمد الجويني غناها حطاني تفسخت لي من اليوتيوب كل شاب عماد تحيه ليهم الكل قلت غنت وعندها 4 سنين وتتغنى في عروستنا وحتى كي غنيتها الطريقه اللي غنيت بها ممكن شفتها في استديو معناها كابيلا بصوتي هاي منال غنتها اي ما بتبيع لما فنان يهبط اغنيته الجديده للناس هي وقتها مازلت ما هبطتهاش اي نعرف يلزم يحكي طبعا هي وضحت لي كل شيء ورجعوا اغنيته ومين راهو معناها ديما نبقوا خيان مانيش متاع باش نختلفوا على اغنيه ولا حاجه توا باش نقدم لكم صوت اخر ايبه صوت زينب زينب قداش عمرك 19 سنه ما شاء الله عندك صوت استثنائي عيشك منين جيت غرامك بالموسيقى كيفاش بدا انا تطاوينيه ونعيش في مدنين يعني العائله من مدنين غرامي ملي انا صغيره يعني اكتشفتني امي اكتشفتني بشوي بشوي وليت دخلت الكورال بعتالي وليت فردي بعتالي وليت مهرجانات يعني تطورت مسيرتي قعدت في الجهه نتاعك بشوي بشوي ولا خرجت من الجهه نتاعك لاول مره في مدنين بعتالي بديت نخرج وين واصله اكثر توا معناتها يعني بريسك جنوب كامل جيت حتى هنا مشيت الباجة زاد المهرجان تستور الدولي توجت فيه يعني مشيت لعدة أماكن يعني مشيت حتى لمصر أنا والأستاذ فؤاد بعبيد نقدم له تحية كبيرة اللون الموسيقي عندك لون خاص ولا أنا اللون اللي نحبه التراث تراث أما نغني يعني نغني كل شيء يعني شفتوا في التراث ما شاء الله علامة بعد شويه خاطر نحب نسمعكم في كوكتيل مع بعضكم ما تنساش لي زينب غنت معايا في غزيله في غزيله وقتها وانطلقت صنديده من غادي وهي اللي قالت لي على صنديده والله ما يرويني وتذكروا مليح الصوت هذايا سيكون له مستقبل كبير كان عرفت زينب كيفاش تخدم مليح وتفرض اسمها والله ما يرويني زينب المبروك منال يعطيك الصحه كيف كيف تحية كبيرة لزينب وروف روف كأنك قاعد تعمل في نوع من الكوليكتيف فناني الجنوب والله هون علاش الجنوب خاطر الجنوب راهم تحرم معنا برشا فنانين ما زال عندنا ما شاء الله تو اليوم هاك شفتوا منال وزينب فما برشا زاد التحيه شو اسمها ندى بارودي وفما نرمين معناها عندهم برشا لكن ديما الصعيب يعني بنيه سيرتو من الجنوب باش تجي لتونس يعني تعرف الظروف صعيبه برشا حتى الفنانين زاد الاولاد عندنا برشا اصوات جميله جدا برشا اصوات رائعه ثم برشا نجوم ماتوا الله يرحمهم ترحموا على الفنان مختار الغزولي فنان شعبي معناه ماناش في تونس ما يعرفوهاش شكون مختار اليوم اللي هو من اقوى الفنانين غلطه شكون غلطه هو العدل وقت الارض هذه ولا بلادنا تصير فيها العدل تو الدنيا الكل تتصف سهله برشا اليوم اعطيك الصحه فما حاجه تتسجل لك اليوم هذه بديت تجيب في الحلقات تجيب في تنوع تونس الجنوب وهذا بس تسجل وتذكروا مليح كما قلت انت تفكروا هذا الاسم وانت زاد تفكر اللي بالحلقه باش تكون معناها حلقاتك الكل باش يكونوا ناجحين ويعطيك الصحه اللي بديت تخمم فيهم كانه زاد رؤوف فما تعصب هكا للجنوب ما انت انا في مخي ما عنديش شمال جنوب شرق غرب ما عنديش معناتها من تحب نجاوبك معناها ما نحسكش ما نحسكش انت معناتها في مملكة أخرى بعيدة عليا ولا ما نحسش فما اختلاف ما بيني وما بين زينب وما بيني وما بين منال بعدين نحسك وكأنك كأنك عامل أنت زادة كمملكة مملكة الجنوب لا. وأدافع عنها لا مش أدافع على الجنوب لأني عشت نعرف شنو اللي راهو مش كما يحكيه كلام كما إنسان عاش ولكن باش نجاوبك كجنوبي تونسي ليس كلا خالد سلامات سلامات من مدنين قفصة توزر قبلي وتطاوين قابس صفاقس يا الجنوب الزين سلام الوسط سيدي بوزيد والقروان والقصرين بنزرت والكاف بن عروس وأريانا ويا عيني يا عيني علي وفو بقانا زغوان يا عين حيو جبل بوكرنيل والساحل تحية رجال كبار وصغار
شباب ونساوين السوسة المجدية المستير نابل وتونس العاصمة المزيانة من تونس المغربنا الحنين أرض الجزائر أرضي خاوة خاوة وفي ليبيا خير يا خوي وفي المغرب عرضي يا بوي وموريطانيا الحوت عليكم موريطانيا الحنين ومصر وفي مصر ازيك حبيبي ما تصلي على النبي ما تصلي على النبي كنا عرب وخوت دم ودين يا قدسنا آه يا قدسنا الله أكبر الله الله أكبر يا قدسنا يا سنتي ويا فرضي سلامي بردا سلاما وطننا فلسطين يا فلسطين يعطيك الصحة يا عايش فرصة باش تتلموا أيوة ثلاثة في كوكتيل تونسي في كوكتيل طبعا أغاني مخلطة الكل باش نفرحوا العباد و حفالي وسيرتو الناس اللي في الغربة زادة ديديكاس ليهم والتحية ليهم الناس الكل وبربي نحب تحية لأكرم خليل معناها اللي تعب معايا اليوم تحية ليك يا أكرم منال زينب رؤوف كوكتيل منال وزينب نورتونا يعطيكم الصحة نوعدكم انه ماهيش باش تكون آخر مرة بحذايا بعد الحلقة بتاع الليلة اخدمون تشو تو الكورة عندكم انتوما وراهو أبوابنا مفتوحة لكم تبارك الله خطر عندكم تقولوا في رواحكم هذه حاجة ما فيهاش نقاش رؤوف يعطيك الصحة يعيشك بركم شيء على المفاجأة أغنيتك نلقاوها انطلاقا من الليلة على شان يوتيوب رؤوف ماهر تنجموا تشوفوها تنجموا تحطوا لها جيم تنجموا تكتبوا عليها دي كومنتير متاعكم كلمة الختام الختام ساعة تحية لكل أهلينا وين صورت الكليب مولاة القربة في تحية لكل أهلينا ولاية تطاوين سيرتو معتمدية غمراسن في قصر ولاد بوبكر قصر قرماسة قصر ولاد دباب قصر الحلوف في معتمدية بن خداش تحية لهم الكل طبعا الكلمات والألحان سي فريد مخلوفي توزيع مختار كبسي إخراج ريان عاشور بسام عويني سعد وهابي يعطيكم الصحة ليكيب الكل منال زادة اللي صورت معايا واليوم فرحان برشا اللي جيتكم وباش نقدمكم جديد وزاد فرحت أكثر معايا بنات بلادي وإن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة وتحية أحلى خلودة رؤوف خليني نكمل مع أجواء الكواليس باش نفهموا جو التصوير أجواء كواليس مولاة القربة منال يعطيك الصحة عايشك زينب نتمنى لك برشا نجاح عايشك رؤوف يعطيك الصحة بارك الله فيك عايشك تحية برشا سكسي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ونذكروا الغنية متاعك نلقاها على القناة متاعك اليوم يدخلوا على الشام على اليوتيوب عايش. نشكركم عايشك نورتونا مرسي بك رؤوف ماهر منال عايشك.
بعمل ريميرسمون لمدام ليليا بن عزيزه والكيب اللي يخدموا معها الكل، وفاء على الشعر وامينه على الميكاب، واستنوا جديد ان شاء الله وميرسي على الانفيتاسيون. يعيشك زينب، كلمه الختام. نحب نقدم تحيه لسيرين السالمي على لبسه العربي اللي خصتها لي ليا انا، كيف كيف نقدم تحيه ليليا بن عزيزه، نقدم لك انت تحيه، خليك. نقدم تحيه لخويا رؤوف خاطر في مقام خويا الكبير، وتحيه للجنوب الكل. نشكركم برشا برشا. تونس الكل يا دليل. تونس الكل وناس الكل. تحيه لتونس الكل. تونس الكل. يعطيكم الصحة بالنجاح والتوفيق. رجعنا لكم في الموسم الجديد بفرصة استثنائية للربح. كرهبة تمشي وزوز كرهبة يجيو. اي نعم، زوز كرهبة تنجم تربحهم بإس إم إس واحد. الأولى فيات 500، الكرهبة اللي تتفرهد بها أنت والعائلة والصغار. الثانية دي ماكس، كرهبة الدهك والخدمة والأفريات. إس إم إس واحد في حرف أ على الرقم 85810 85810 ينجم يربحك زوز كرهبة هذوما. حظ سعيد للجميع.